مراسلنا من شمال سيناء، أهلا بك يا أشرف، وماذا عن ملابسات وتفاصيل هذا الحادث الإرهابي؟ تحياتي دينا. بالفعل كما ذكرتي وقع انفجار مروع اليوم لإحدى مدرعات الشرطة حال تمشيطها لمنطقة تدعى قرية الوفاق على الطريق الدولي بمدينة رفح، وكان هناك عبوة ناسفة شديدة الانفجار تم تفجيرها بمعرفة تكفيريين عن بعد، كما وضحت لك في مداخلات سابقة، عن طريق شريحة الموبايل، وتم تفجير العبوة الناسفة في مدرعة كان يستقلها 13 فرد شرطة بينهم ضابطين، استشهد 11 فرد شرطة بينهم ضابط شرطة يدعى الشهيد النقيب أحمد حجازي، ويعني وصفت حالة الجثث انها يعني تحولت اغلبها الى اشلاء، بينما اصيب في هذا الحادث ضابط شرطه يدعى الملازم عمرو محمد عبد الحليم، اصيب بجرح قطع براس حالته مستقره، وايضا اصيب صف امين شرطه يدعى صديق محمود صديق، اصيب بكسر الساق اليمنى وايضا حالته مستقره، تم رفع حاله الطوارئ الطبيه مستشفى رفح برئاسه الدكتور خالد عبد النبي. وطبعا حاله يعني اشرف، بناء على التفاصيل اللي ذكرتها، لم ينجو من هذا الحادث سوى فردين فقط، الملازم عمرو محمد عبد الحليم عنده جرح قطعي بالرأس، والآخر مجند امين شرطه صديق محمود صديق 28 عام كسر بالساق اليمنى، وبالفعل يعني جرى علاجهم الان بشكل عاجل وحالته مستقره كما ذكرتي، كما اكد لنا الدكتور خالد عبد النبي مدير مستشفى رفح العام، وتم نقل جثث الشهداء ال11 المستشفى العسكري بالعريش، هي متواجده الان بالمستشفى العسكري بالعريش تمهيدا لنقلها بطائره حربيه الى القاهره. طبعا هذا الحادث او يعني عمليه التفجير التي جرت اليوم في قريه الوفاق، قرية الوفاق اعتدنا على تواجد عبوات ناسفة عديدة بها وتم إبطال مفعولها وتفجير بعضها، ويعني لم يصب أحد في حوادث سابقة سوى هذا الحادث اليوم، يعد هذا الحادث حادث مروع وكبير في أعداد أكيد الشهداء. أكيد طبعاً. طيب هل تم التوصل لأشرف لأي من يعني الخيوط التي قد ترشد إلى هؤلاء الإرهابيين؟ هل من جديد بشأن تمشيط المنطقة؟ يعني في الواقع دينا عندما يتم تفجير عبوة ناسفة عن بعد، فطبعا بيكون الجاني على بعد على الأقل كيلو أو أكثر من كيلو متر، فطبعا مسألة القبض عليه صعبة للغاية لأنه بيلوز بالفرار. لا ليه بس، في طائرات بتخرج في نفس اللحظة. لا يعني أعتقد أن الطائرة يعني مش هتخرج في لحظة الانفجار وتستطيع الوصول إلى الجناة، لكن الجناة معروفين هم جماعات أنصار بيت المقدس، طبعا هم تلقوا ضربات قوية، أمس قتل منهم خمسة في اشتباكات مع القوات المسلحة في هجوم على مزرعة أبو الوليد في الشيخ زويد، قتل ثلاثة وقتل اثنين آخرين كانوا بيحاولوا يفجروا محول كهربائي في رفح، وقتل أول أمس في نفس القرية دينا قرية رفاق ستة عناصر آخرين من أنا بشكرك يا أشرف وهنعاود